تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خرج علينا مرتضى منصور وقال يا جماعه باركولي، انا راجع نادي الزمالك. راجع فين يا كابتن مرتضى؟ راجع نادي الزمالك. راجع امتى يا كابتن مرتضى؟ راجع يوم الخميس ويوم الجمعه كمان هبقى في مكتبي. فجاه الزملكاويه اقاموا الافراح وعلقوا الزينات وقالوا الفاتح رجع لنادي الزمالك. مين راجع لمين يا جماعه؟ قال لك مرتضى راجع للزمالك من تاني. فما من اشرف صبحي الا انه يوجه صفعه مدويه على قفا مرتضى منصور. طيب ما تيجوا نسمع كده اشرف صبحي رد على مرتضى قال له ايه لما مرتضى قال انا راجع الزمالك يوم الخميس. نطلع ونشوف مرتضى منصور قال ايه. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. نطلع ونسمع. خلينا ننتقل الى ملف اخر لانه طبعا يعني ناس كتير بتتكلم في هذا الامر. شفنا امبارح الرئيس السابق لنادي الزمالك بيتكلم ان هو هيتوجه الى النادي يوم الخميس ويقعد في مكتبه، ان هو عنده حكم بان هو يعود لنادي الزمالك وهو الرئيس الشرعي. موقف وزاره الشباب والرياضه من هذا الامر ايه يا فندم؟ لا هو يعني احنا متواصلين، هو يمكن مش مرتضى نطق مع الكابتن حسين ان هو ليه بعض المتطلبات في المكتب او حاجه زي كده، ودي يعني له الحق. لكن يعني احنا متداخلين، ويوم الخميس مفيش حاجه خالص ان شاء الله ومفيش دخول والامور مستقره، وانا بانفي يعني هذا الكلام يعني. يعني هو رايح بس ياخد بقيه حاجته يعني. بعد حد تنسيقا مع الكابتن حسين لبيب ان في حاجات متعلقات في المكتب، ده حقه الطبيعي يعني، ما فيش فيها مبالغه يعني. لكن يوم الخميس ما فيش حاجه خالص، والامور مستتبه واللجنه شغاله، ويعني والاطر مضبوطه في مكانها يعني، الى ان يتضح اي موقف. واحنا اعلنا ان شاء الله دعوه الانتخابات يعني مع بدايه هذه اللجنه، قلنا ان في دعوه الانتخابات قبل شهر 8، ودي خريطه الطريق ماشيه بالنسبه للنادي ان شاء الله يعني. يعني في اخر اغسطس هيبقى في انتخابات نادي الزمالك؟ قبل اخر اغسطس، في اول 8 ان شاء الله هيبقى في دعوه للانتخابات، بدايه الدعوه للانتخابات، وده بيدرسه القانونيين معانا. طيب هل في اي اخبار عن النيابه واموال نادي الزمالك؟ هل كان في تجاوزات او مفيش تجاوزات؟ لسه مفيش اخبار في هذا الامر، لان هو ده الامر اللي هيحسم مين اللي هيرشح نفسه ومين مش هيرشح. لا والله ما فيش اخبار، وهذا السياق احنا عملنا دورنا، لكن ما فيش يعني الجزء ده ما فيش فيه سياق او حاجه نقدر نقولها. سمعنا الوزير مع عمرو اديب قال ايه؟ قال ده الراجل نسق مع مش عارف مين عشان يبعت حد ياخد باقي متعلقاته من نادي الزمالك، وما فيش حاجه اسمها دخول، ما فيش حاجه اسمها انه يروح لنادي الزمالك. فعمرو اديب بيساله بيقول له يعني الكلام ده مش مظبوط؟ قال له لا، هو نسق مع لجنه الشباب او نسق مش عارف مع مين، واخد اذن ان هو ياخد متعلقاته الشخصيه اللي ما اخدهاش. قال له طيب بخصوص المخالفات والحاجات الماليه اللي حصلت من مرتضى منصور بسببها مشوه او اقلوه او عزلوه. قال لا، انا الحاجات دي انا ما اعرفش عنها حاجه. يعني ايه يا ست الوزير ما تعرفش عنها حاجه؟ بصفتك وزير وبتحارب الفساد لازم يبقى لك واقفه، وكل جماهير الكره المصريه ده اتعزل عشان فاسد ماليا، طلعوا لنا سرق قد ايه ويتحاسب ويتجزى ويدخل السجن. مرتضى بره السجن ليه؟ ما تفهمون، ما هو يا اما مدان يا اما بريء. لو مدان يتسجن، لو بريء يرجع لنادي الزمالك ملهاش تاني. انا اهلاوي بقول لك لو بريء يرجع لنادي الزمالك ويحاسب على قله ادب وشتايمه على كل الناس اللي قتلها بشتمته او بخروجه عن الادب والنص. تمام؟ يعني مرتضى منصور لو مدان يسجن، لازم يسجن. لو مش مدان لا، يبقى عزله خطا. ملهاش تاني. احنا بنطالب النائب العام يطلع يكشف لنا الحقيقه. مرتضى مدان يتسجن على طول، مش مدان خلاص يبقى يرجع نادي الزمالك ويتحاسب على قله ادب وشتمته لجماهير النادي الاهلي والكابتن خطيب وهشام حطب
وباقي الاشخاص اللي شتمهم او طالهم بيشتمتوا. مرتضى منصور عايز يعمل فقاعه. مرتضى منصور مجنون شهره ومجنون اضواء، لما الاضواء بعدت عنه اتجنن، لما الاضواء بعدت عنه انهار، لما الاضواء والسلطه يعني خسر مجلس الشعب وخسر رئاسه نادي الزمالك، يعني حصل عنده نوع من انواع من الاسلحه بتاعته، تجرد منها، فاصبح زي المجنون ماشي في الشارع، زي مثلا قطه، مش هقول لك اسد، مش هقول مش اسد، قطه بتشيل منها مخالبها او قط تشيل منه مخالبه، يجي خربش مش عارف يخربش، ما عندوش سلطه، ما عندوش حصان، تمام؟ فمرتضى بيغازل جماهير نادي الزمالك اللي ياما شتمها وياما رفع لها الجزمه وياما دف عليها وياما قال عليها انها جماهير وشها نحس على نادي الزمالك او على الفريق الكوره بنادي الزمالك. مرتضى عايز يعمل فقاعه، فقاعه ويخلي الناس تجري وراه، علشان هيروح نادي الزمالك ياخد متعلقاته او هيبعت حد ويرجع يقول لك ده هم مشوني بقوه مش عارف ايه وانا معايا حكم محكمة وأنا معايا مش عارف إيه، ويضحك على معاناة الزملكاوي الغلبان اللي ما بيفكرش في أي حاجة في أي حتة. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات عشان أوصل لكم كل جديد بينزل على قناة نقلات الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واتنين وتلاتة وعشرة، كان معاكم أخوكم هامش الشرقاوي، والسلام عليكم.